شريو؟ شبك؟ ما قلت لك انتبهي للحليب مشان ما يفوت؟ طفيت الغاز. شريو؟ شو صاير؟ ما في شي أبداً، بس عم فكر إذا الخضرة بتكفينا مشان أطلع أشتري إذا بدكن. أكيد بتكفي الخضرة، بس هي ما عم تسألك عن الخضرة أصلاً. إندو، معلش إذا ما طبخت اليوم، بصراحة مالي قدرانة. ولا يهمك، أنا بطبخ. شريو، شو صاير معك؟ وجع راس وتعبانة شوي. طيب ليكون جبينك عم يوجعك من الضربة؟ لا ما عم يوجعني، بدي روح اتسطح. ايه روحي، بعطيكي مسكن؟ ارتاحي. يا ترى شو صاير معه؟ أنا شاكة بشي بس مو متأكدة. وأنا كمان شاكة، مثلي إنه عم بتشوف جوزها؟ أي والله ما في غير هيك، وإلا هي ليش عم تتصرف بغرابة؟ أي فعلا، شو بدنا نساوي؟ المفروض نتصرف، وإلا ما رح يحصل خير أبدا. أنا ما فيني اتصل فيك، كلهم عم بيكونوا جنبي وبخاف يكونوا شاكين إني عم بحكي معك ويعملوا قصة. شو؟ يعني كم مرة بدي اتحجج بنفس الحجة؟ صرت أكتر من مرة قايلت لهم طالعة جيب خضرة من السوق. ولا يهمك، أنا رح لاقي حل. ماشي، بحاكيك المسا وبقلك شو رح نساوي. إيه خلص، مثل ما اتفقنا، بس يصير لي. يلا بخاطرك جنفي. مستعجلة؟ يعني بصراحة أنا جاي على بالي شي، يعني غير الطبخ، شو رأيك نغير؟ مثل شو يعني؟ مثلا نطبخ أي شي غير الرز وهي الشغلات يلي عم نساويها، لأنه مليت منها. شو هالحكي؟ انتي مليتي؟ أصلاً انتي إلك فترة ما عم تاكلي، شلون مليتي؟ خلص طيب انسي القصة، مرة خبرتيني إنه بتحبي أكلة، إن شاء الله أتذكرها. أرعى محلة، مو هي هي؟ بتحبيها صح؟ إيه أنا بحبها، بس بلا ما نعملها هلأ، خليها لمرة تانية. يعني ليش ما نعملها؟ شو رأيك؟ تقولي للكل هون بالبيت إنه جاي على بالك تاكلي قرع، ها؟ وبعملك هالأكلة، بس بالأول بروح بجيب القرع لأنه ما عنا. أنتي منيحة عمتي؟ إيه منيحة. يا ربي دخيلك. خلص ولا يهمك، بس قليلي بالأول بشو فيني ساعدك مشان ما تضلي تفكري. كوني واثقة أني ما رح خبر أي حدا بأي شي. شو قلتي؟ اسمعيني إذا بتريدي، هي آخر مرة، ها؟ ساعديني ورح أحكي لك كل شي، وبعدين ما رح أطلب منك ولا طلب تاني. أنا لازم أطلع من البيت بأي طريقة اليوم، يعني أنتي قولي إنه جاي على بالك هالأكلة مشان أطلع، هي الطريقة الوحيدة. أنا خايفة يكون في حدا سامعنا شو عم نحكي. طمني، كلهم جوا، رح خبر ستي إنه جاي على بالي هالأكلة. معقولة أنت وثقتي فيني؟ شو اللي ضامن لك إني ما عم كذب؟ لأنه الإنسان الطيب بيبين،
وأنا وأنتي قررنا أنه نوثق ببعض من اليوم ورايح، وهذا حيكون اختبار صدقنا مع بعض. كأنك مستغربة من كلامي. لا تخاف يا عمتي، أنا معك بكل شيء. شو؟ فستانك كتير حلو على فكرة. جيتا، أنا مدحت بفستانك وأنتي لساتك ساكتة، والله مالك بالعادة. حدا زعلك شي؟ أكيد صاير معك شي قصة خلتك معكرة. ما خير إن شاء الله خير. مين هذا اللي صاير معه قصة ومعكر؟ حاسة إنه جيتا ما عم تتصرف على طبيعتها معي ومتغيرة شوي. عادي بتكون متضايقة من حدا هلأ بتروق. تعرفوا أنا تأخرت اليوم لأنه الطريق كتير عجقة، والمشكلة أنه أنا بعرف حتى لو طلعت من بيتي بكير بدي أتأخر طالما في ناس بهالبلد بتسوق بهي الطريقة مستحيل أصلاً أوصل بكير. وحاطين شرطي مرور على أساس عم ينظم السير. والله بده مين ينظمه، لهلأ ما عارف يخالف حدا منهم. هلأ برجع. يعني كأنه ما عجبه كلامي؟ كيف عرفت؟ الإنسان المهتم حتى لو ما كان بحالة نفسية منيحة بس ممكن يجامل ويضحك شوي لحتى اللي مقابله ما يحس حاله سائل، وهذا الشي بيميز الشخص المزوق عن غيره، وهيك بيكون في جو حلو. الإنسان لازم يكون عنده إدراك لكل شي حواليه حتى لو كان متضايق، وأنا من الناس يلي حكيها حلو ما بيمل منها. إيه أحياناً بيكون الإنسان مو طايق يجامل حدا. إيه حتى أحياناً بيكون قاعد معك بس مو حاسس فيك أدمانه متضايق ومقهور. مزبوط. كل واحد فينا عنده هموم ومشاكل ما في يحكيها لحدا. المفروض تحكي لك لأنه أنت رفيقتها وبتفهمي عليها. سألتها بس مو رضيانة تحكي لي. لا تسأليها، خليها تحكي شو ما بدها. أنت اسمعيها ولا تنصحيها بشي، هي بحاجة لحدا يسمعها مو أكتر من هيك، لأنه أنت إذا ضليتي تسأليها هي رح تهرب منك وما رح تحكي لك شي بنوب. هو هيك.